طلع مع الفنان الكبير اللي اول عمل ظهور الي في الخليج هو استاذ محمد دحام الشمري والكثير من الاسماء الرنانه. حلوين حلوين. السؤال الثالث، نعم السؤال الثالث والاخير علشان انزل. نعم، من الشخص اللي لا يمكن تسامحينه ابد؟ تقدرين تذكرين اسمه؟ او علاقتك فيه؟ الشخص اللي ما اقدر اسامحه اني قلبي اني قلبي يسعى الله، اسمح لي. حلو. الله سبحانه وتعالى اللي خلق الكون سامح، احنا من عشان ما نسامح؟ اي بس انا ما اقدر اقارن نفسي برب العالمين، رب العالمين طبعا يسامح رحمته، احنا بشر خطائين. احنا لازم احنا الاسلام لازم نقتدي بكثير من الاشياء، لازم يكون قلبك مسامح. لما يكون قلبك مسامح ما راح تصير عندك مشكله انيه او ذاتيه، زين؟ حب الناس، سامح، لانه رب العالمين اللي خلق الكون مسامح، فاحنا لازم نسامح. اي صحيح، لكن رب العالمين.